حسن. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. صح صح هو ده. ولا انت ليك مستقبل كبير وافتكر كلامي. يا خبر اسود الشباب اقسم بالله جعانه. انت قصير. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك. اهلا بيكم يا لعيبه في حلقه جديده من حلقات الرزق فيفا. الحلقه ال46 حلقه 46 شهر ابريل شهر جميل الموسم الرابع مع ارسنال والموسم النهائي. خلاص تقترب علينا الايام الاخيره وانا احب حلقات الاحد واكره حلقات الثلاث. اقول لك ليه؟ لان الحلقه بتاعت الثلاث لو ما شفتهاش ارجع شوفها. احنا اتمسخرنا في الدوري. اي نعم قدرنا نكسب ليستر سيتي في اخر ماتش، قدرنا ان احنا نقرب النقط مع يونايتد لاربع نقط، لكن مازال الحلم متاح وحقيقي. عندنا في الحلقه دي حاجات مهمه زي ما شفنا الحلقه اللي فاتت ايضا اني خسرت ضد باريس 2-1 في فرنسا في السيميليشن، لكن عديت بنتيجه 5-2 مباراه كانت رائعه. قدرنا ان احنا نفوز على عمالقة بتلعب هناك الى دور الثمانية في الحلقة دي. الحلقة دي فيها ثلاث ماتشات بريمير ليج منهم اتنين سيميليشن وهو واتفورد واستون فيلا، وثلاث ماتشات من نار. الحلقة دي هنلعب دورتموند، بعد كده يومين هنروح نيوكاسل نلعب بالشباب في اختبار صعب قوي قوي، وبعد كده يومين هنرجع نلعب دورتموند على الماتش العودة بقى، ونشوف هنوصل مع الموريتسيو والمدفعجية الى دور الاربعة اخيرا، ونحقق بعد البطولة السنة اللي فاتت مرة اخرى ان احنا نثبت ان احنا فريق كبير قوي في اوروبا ولا لا. ده اللي انتوا هتعرفوه في حلقة النهاردة. اعمل لايك وسبسكرايب وافتح التنبيهات وتابعنا في العب دايما، تابعنا في ارزع، تابعنا في بتاع افلام الموسم بتاعه. كل سنة وانتم طيبين، عامل حلقات مولعة الدنيا، ويلا تديها فيفا تديك تراو. زي ما انتم شايفين يا لعيبه نبتدي حلقتنا كالعاده بالجدول شهر ابريل زي ما قلنا في الانترو، ومعانا واتفورد وايفرتون. ايفرتون دي ايه اللي انا بقوله ده؟ دورتموند في الكوارتر فاينل، ثم نيوكاسل اللي هنلعبه، ثم دورتموند في الامبلاكس، ثم نروح نلعب استون فيلا طبعا هوم على ارضنا ماتش سيميليشن، او ممكن نعمله حتى الحلقه الجايه لو ختمت الحلقه كانت لطيفه بعد تاهلنا باذن الله وحده في رمضان. ندعي ادعوا معايا وانتم صايمين كده، لو انت صايم او لو بعد الفطار صلي وادعي، يعني خليك معايا لطيف وزق معايا اليوم. تمام، نخش نشوف تشكيلتنا لمواجهه واتفورد، وهتصعق وتقول لي سري انت بايعها خالص يا عم الموريتسيو، انت خلاص كده مش عايز لك دوري ولا عايز لك تشوف توب فور ولا توب سيفن حتى. اقول لك ما عنديش اوبشن، يومين ورايح الملعب الجحيم، هذا الملعب الاصفر. انا بحب جدا بصراحه اجواء دورتموند وخاف من الملعب ده، لكن خلينا نشوف التشكيله اهي. مارتينيلي، كالفرت لوين، المهاجمين الشباب نيلسون وتريزيجيه بيشاركوا، شامبرلين وسافيتش بيشاركوا، فيليبس النهارده مش عارف ازاي كابتن الفريق هنغيرها طبعا، تيرني وميتلان نايلز، ساليبا ولينو في حراسه المرمى. هحط القياده للينو ونعمل واحد سيميليشن في اول الحلقه ونشوف هيعملوها الولاد ولا هنطلع رسمي من التوب فور. نعمل بقى السيميليشن بتاعنا، ربنا يستر. ماتش هوم على ارضنا، ارجوكم ما تخذلونيش بجد، ما تندمونيش ان انا ولا غير من مش عارف. لسه سيميليشن مش عايز ابقى اقول لهم انتوا اللي حصل. افتح ولا ايه؟ ما عملش شكلها حلقه. انا احب حلقات الحد، قلت لك احب حلقات الحد، ما احبش حلقات الثلاث. يا سلام، اتفائل بالبدايه الحلوه، اتفائل بالثلاث نقط الجمال. يا رب يونايتد تكون وقعت، هما كانوا بيلعبوا سيتي، يا رب يكونوا وقعوا، يا رب يكونوا وقعوا. خلينا نشوف، مش مشكله بلاش نشوف دلوقتي ولا نشوف، تعالوا نشوف تعالوا نشوف. ابش ابش، وقعوا وقعوا وقعوا، ما حدش سمع عليهم، وجعوا. وجعت يا احمد يا كمال، وجعت يا احمد يا كمال. بصوا يا جماعه انا عايز اوريكم حاجه جميله جدا، يعني سيتي انفينسيبل وانا لن اسمح ان ده يحصل. يا نهار اسود، انفينسيبل زيرو لوز، انا دي ما بشوفهاش، دي مش هينفع اشوفها طول ما انا عايش، طول ما انا بدرب في الدوري الانجليزي مش هتحصل. يعني انا هحاول بقدر الامكان ان انا اوقفهم عند حدهم، هيلعبوني في الماتش اللي قبل الاخير، لكن خلينا في مصيبتنا توب فور الاول. احنا لا ده ما وقعوش، انا كل ده ما وقعوش، ده هم 30 ماتش انا لعبت 31. يعني لو كسبوا يبقوا 53 73 74 75 وانا 71، اربع نقط، ما زالوا الاربع نقط لسه زي ما هم، لكن لسه 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 الحلقه الجايه فيها يونايتد. لكن خلينا في مسبحه دورتموند، هعمل تشكيلتي الاساسيه واقابلكم في المؤتمر الصحفي. مساء الخير، مؤاخذه بس عندنا سحور وكده، انتوا عارفين بقى صيام وبتاع، يعني ديانات ما حدش يتدخل في ديانات بعض، لكن انا صايم وكده، يعني ايه كنت صايم طيبين. دورتموند، لا دورتموند، نرجع لموضوعنا، احنا كبار قوي في دوري الابطال. احنا بتلبسنا شخصية البطل اول ما بنواجه فريق كبير،
شفنا اكبر دليل باريس سان جيرمان، شفناهم السنه اللي فاتت وشفناهم السنه دي، اظن نجوم كبيره قوي وقفت قدام دفاعاتنا. شفنا اكتر من مشهد رائع في ماتش في الاميريتس، قدرنا ان احنا كمان نتخطاهم هناك. خسرنا اي نعم، ده حاجه مش هتمناها ابدا، لان احنا ما تضمنش انك على طول تكسب 4، لكن احب اقول لك ان ارسنال بوجهها الاوروبي وجه اخر. مستر سري، ان يور اوبينيون، بروسيا دورتموند وان ذا ماتش اجينست يور تيم، يعني لا يعني صعب صعب، لان احنا في خبره، في بطل اوروبا، في اللوجو بيتحط على التيشيرت، ده مش اي كلام. انا هثبت للعالم ان احنا فريق اوروبي كبير، هثبت للعالم كرتنا الجميله اللي لعبناها قدام اي خصم لعبنا حتى السنه اللي فاتت. انا مفيش حد قدر يطلعني من البطوله بقالي سنتين اهو. الفريق بيمر بازمات يا مستر موريتسيو، بتخسر في الدوري وبترجع تكسب قدام ليستر، وبترجع تكسب في الماتش اللي فات. يعني تقدر تقول ايه؟ عايز اقول ان لعبتي في الاخر معدنها كويس، لعبتي رجاله، لعبتي لو حصل لها دوافع احباط في الدوري بسبب الخساره لانهم كانوا طموحاتهم عاليه، لكن دلوقتي بنطمح في التوب فور وان شاء الله نكسب في دوري الابطال. شكرا ليكوا جدا. جمهوره ده حيمانا الحلوه والمره معانا، عمري ما حب غير الكمبل ولا في غيره يوقفني. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، لو كسبنا نلعب سيتي ولا ايه؟ وتوتنهام يوفي ادى برشلونه 1، ومدريد ادت مونوكو 3 يا باشا، عشان تعرف ان الدنيا باظت عند مونوكو بعد الصرف وبتاع. وصلوا دور 8، كسبوا ليفربول، عملوا مفاجاه انهم يطلعوا اول معاه في المجموعه، لكن مدريد اقف اقف، احنا الجلاكتيكوس برضه. يلا يا بالي، يلا اولاد، ما شفتش انت التشكيله بتاعتي؟ ما شفتش حاجه افاجئك بيها؟ لكن اديك شفتهم هم وهم جايين. يلا قمت، يلا قمت، انتوا ابطال اوروبا يا اولاد، اللوجو على دراعك اهو، وان بيساكا كابيتانو لينو. سؤال ليك لو بتتفرج على الحلقه، وكل حلقه كده حاول اسالكوا سؤال تريكي، مين اكبر لاعب في السكواد بتاعي؟ جاوبني في الكومنتات عشان نشوف مين مركز في الحلقه ومين بيتفرج على كل الحلقه وعارف كل اسرار فريق الارسنال والموريتسيو. انا متحمس اشوف فريق دورتموند عامل ازاي في 2023، متحمس جدا. فريق باكو الكاسيرو يا جماعه لسه بيلعب باكو وبراندت، لا فريق محترم. سانشو يا حليله يا حليله على دي الحليلة. يلا اولاد، يلا اولاد، صح 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 صح، ابطال اوروبا ابطال اوروبا. ادي لينو، وان بيساكا، وامتيتي اوباماكانو، ستيرلينج على الطرف هو ورودريجو بدل من بيبي المعاقب من وجهه نظري، جواندو في النص اللي هبتدي العب بيه اساسي هو وتوريرا، قدام هيلعب يوفيتش كمهاجم صريح، وتحته ميسن ماونت جايبها من تحت قوي معايا من ايام فولهام. النهارده بثق فيه، النهارده بلعبه على تيليمنز مش عارف ليه، لكن الواد مقدم معايا اداء كويس. خلونا نشوف تشكيله بقى ايه. زياش دكه، باكو الكاسير، براندت، سانشو، ميلولوفيتش، دياس، بيريرا، رومانيولي، جوريرو، اونانا. اونانا بتاع اياكس، لا والله فرقه كويسه، والواد بيريرا بتاع ليستر، لا فريق يتقلق منه، فريق عنده سرعات. نركز ونهدى عشان الجون بندم، الجون هنا مش دوري يا جماعه، يلا بالله عليكم. بسم الله بسم الله. حلو يا وان، حلو يا وان، حلو يا وان، حلو يا وان، ماشي صح. ايه ده، كل كره بحساب صح كده، اللي هيغلط هيتشلع من من بلاش اقول. يلا جواندو، بتروح على الجميع بعد هذا التدخل. مباراه منتظره بين هذا الثنائي المميز الرائع جدا، ستيرلينج وسانشو، الثنائي الانجليزي يا جماعه. واقول لك على اخبار يمكن محدش يعرفها كتير من الناس اللي بتتابع الحلقات من بره وبتجري الماتشات، احب اقول لك ان انا في كلام مع فرقه المانيه، كلام السنه الجايه ابتدت تجيلي عروض، ابتدى وكيل اعمالي يكلمني. البوندس ليجا موريتسيو ولا ايه؟ تروح تخطف البوندس ليجا ولا ايه؟ يعني الناس بتتفاوض معايا، خصوصا ان انا بطل اوروبا وماشي اهو في دور الثمانيه الحمد لله. خليني ما احرقلكوش الدنيا، لكن في كلام، في كلام. يلا رودري، يلا رودري، ولا ولا ميسن ماونت، انت بتصدها يا يوفيتش، بتصدها، دي كانت رايحه في الجول. صح على رودريجو قوي، صح قوي. يلا اولاد، يلا اولاد، سامعين جمهوركم، سامعين جمهوركم. صح يا توري، حلق يا جواندو، حلق جواندو، صح، حلقوا 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 حلقوا، بس
صح يا جواندو، صح قوي. هو ده ابني. بلاكسي خلي بالك خلي بالك خلي بالك يا جماعه، ما يجيبوش جون ابدا ابدا، مش هقبل بالجون ده. يعني اقول لك على حاجه، ما نجيبش احنا جون بس هم ما يجيبوش. شوفوا اهميه الجون بتاعنا ايه. سانشو، انا خايف جدا من سانشو يا جماعه، بس على مش على جواندو، مش على جواندو بوي. جواندو الواد ده في جيبك، جواندو الواد ده في جيبك يا جواندو. صح باصه يا عم، ما لمسوش ما لمسوش ابني، ولو كان لمسه كان هيقول لي انت لمسته يا ابني. بيقول لا. في شيء في وسائل الاعلام والصحافه حاليا سوء الحديث عن شائعات انتقالات واخر اخبار سوق اللاعبين. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مع العديد من اللاعبين لاختيار زعلوا مالينو. خد راح فين؟ خد 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 بصوا في مكان، هاتوا على زيد، انزل هاتوا من الملعب، انزل هاتوا. بص ابن الكلب جري ازاي قدام. لا حول ولا قوه الا بالله. صامويل اومتيتي، روح اشيله، روح اشيله، روح اشيله، معاك في المنتخب وعارف. روح روح. صح صح هو ده يا ابن اللعيبه. يا راي يا راي يا راي يا راي يا راي. صح صح صح. ايه ده ستيرلينج ايامك دي دوري الابطال بقى، وانسى الخرف بتاع الدوري. عملها ابني، اقسم بالله ده ابني مش رودريجو، اقسم بالله ده ابني، اقسم بالله الشجاعه دي جايه من دمي. بص جواندوزي والله راح لاحتفل، قال له يلا اللي جبت لك الجون يلا. بص الشوطه، بص الشوطه، ايه ده انا زيدان يلا زيدان يلا. الحلو الفولو، حق ربنا الحلو الفولو. هو ده وقت حلو قوي، 33 دقيقه ممتاز. الجون الملعب ولع، الملعب ولع. يلا يا اولاد يلا يا اولاد، دور الاربعه بينادي علينا. فريق ما عندوش خبرات اوروبيه. بس يا ابن اللعيب اقسم بالله يا اخي، بتقول لي انا، بتقول للجمهور انت اللي بتجاوبهم، انا ليه بلعبك على بيبي؟ اقسم بالله انت ذكر، انا احب اللي يقتنص الفرصه، احب الرجاله دي. يا ولد يا ستيرلينج يلا روح 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 روح. وري سانشو يعني ايه لعيبه انجليز اطراف واحده. طبعا اللي متابع كارير مود عارف ان ستيرلينج جه على حساب شانسو، على حساب شانسو سانشو يعني. بص بص النجم ده، استنى بص النجم ده، بص البرازيلي ده، ما تزوداش بقى ما تزوداش بقى. فبقول لك اللي متابع كارير مود عارف ان ده جاي بدل ده، فسانشو تلاقيه متضايق، عارف ان هو كان ممكن يكسب بطولات كبيره، يحقق معانا انجازات زي الكاراباو كاب بتاع السنه دي، ما كسبوش. هم الثالث على الدوري الالماني، ان شاء الله يطلعوا من الدور الثمانيه. حزين اكيد ان هو ما خدش الفرصه مع الانجليزي والجيل الفظيع الانجليزي ده. ايه ده من باكو ده، ايه ده جواندو، يا نهار اسود. ايه ده ايه ده، معاه معاه جواندو، معاه جواندو، معاه جواندو. صح قمت قوي. بس 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 هو ده. يلا بالله عليكم عشان عندنا سحور الرجاله. يلا 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 احسن احسن. انت انت رجالتنا، انا عايز 45 دقيقه كمان زي دول. بتهيألي المطلوب مش صعب، 45 دقيقه كمان من غير اجوان فينا، انا بقول لك بنسبه 70% عدينا. انا بقول لك بقى اسمع مني، وانا قلت لك على حاجه وما حصلتش، ما تبصليش يا توريرا. يلا يا جدعان ماونت هاي قايل، بس انت مش ظاهر الشوط الاول، هنعمل تغيير تكتيكي. مش عشان انت وحش، عشان انت محتاج يعني خبرات اكتر في الماتشات اللي زي دي. والله ننزل مين؟ انا شايف انزل سافيتش، يقفل نص الملعب شويه، ولا ادي فرصه لتيليمانز. يا جماعه تعملها تيليمانز، هتفاجئني يا بسيوني، هتفاجئني يا بسيوني. انزل انزل يا تيليمانز، بتهيألي عاقبته كفايه، بتهيألي قرصت ودنه كفايه. يلا يا ولاد 45 دقيقه كمان بنفس التركيز، هايلين كلنا هايلين. بس ما بشوفش الروح دي في الدوري ليه؟ بس يلا مش هتكلم دلوقتي، خلينا في اللي احنا فيه. هوب اقفل، اجري يا رودري، اجري يا رودري. يا جماعه ما يكلم، ما ازاي كلامكم كده؟ تبادل التبريرات امام المرمى يا ولد، البحث مستمر عن فرصه. صح يا توري يلا تيليمانز، لا يا تيليمانز خلص. صح ودي، يلا معلش يلا لسه ما دخلتش في الماتش. صح اقفل اقفل وحد امك. برافو التصدي من حارس المرمى. المرمى فلتنا فلتنا بسبب دعوات امي، زي ما انا بتتفرج وبتدعي فلتنا. بلاش غلطات، زياش نزل، زياش نزل. خلي بالك بقى، خلي بالك قوي بقى. ودي هو ده
صح يا رايق. معلش يلا تاني، يلا تاني يا رودريجو، يلا تاني. حد تظاهر له بصراحه ما نظلموش يعني. ممكن الفريق يستغل الوضعيه ويبدا شلول يا شلول سانشو لينو كابي اقسم بالله كابيتانو. زياش اهدى زياش صح شلول صح. جواندو جواندو روح يا ابن اللعيبه روح صح. عند الكره في مكان خطير ولا ولا جواندو خلصنا يا عم. يلا يلا اولاد يلا اولاد هايلين هايلين. هي دي هي دي دي مش كره دي مزيك. انت مقرف انت مقرف. بيبعد الخطوره تدنوش عاملوه ان هو مش موجود. واحده ماتش مش سهل يا جماعه، ماتش مش سهل. ازاي باريس باريس كانت لابسه ثلاثه ساعتها ولبست الرابع. ماتش صعب ماتش رخم مقفلين حلو قوي. اوف يا جماعه يا جماعه يا جماعه والنبي يا جماعه ندافع. فين فين حكيم زياش؟ شوف انطلاقه اللاعب ولتجاوز المدافع. انت تعال تعال سيفيتش تعال سيفيتش شامبرلين تعال برضو انزل يا شامبو انزل اقفل لي حته اليمين دي ما تسيبش الواد يعدي. معلش يا اوم بيساكا تعبت انا عارف السرعات كتير. يلا سيفيتش يلا سيفيتش انت لسه موجود. ربع ساعه الاخيره يلا يا شامبو ما تقدمش كتير صح. ارجع ارجع يا شامبرلين. دورتموند يستعد لاجراء التبديل مع اول توقف في المباراه. هو ده شامبرلين هو ده اللي بتكلم عليه. مين اللي نزل؟ ميلولوفيتش خارج يا جماعه. فاكرين ميلولوفيتش بتاع كريستال بالاس؟ مين ده؟ ده ديلايني ده ولا مين ده؟ وش معروف جدا. لويس البرتو بتاع لاتسيو. يا نهار اسود على ده على فريق حلو. فريق لا شك ان هو ممتع يعني. عنده لعيبه حلوه. اعمل حاجه اعمل حاجه بالله عليك يا اخي ده انت معاك دبه. عدي ايوه كده. ها ستيرلينج حقق اللي انت ما عملتوش مع السيتي. حقق قلتم ولا اجيب عمر زايد وعلي زايد وعلي زايد يلطم اعمل ايه؟ مش ممكن قلنا شالها ازاي يعني؟ وبما كانوا اعملها بقى اعملها بقى اعملها بقى عملها بقى عملها بقى عملها بقى هو ده يفرق قوي الجون ده يفرق قوي الجون ده يسهل مهمتنا شويه صح يلا صح يا ولد يا ولد يا اوبا مكانه يا بطل بطل عملتها اخيرا. انتوا ايه العيال دي اتولدت في دوري الابطال؟ مالهاش في الدوري الانجليزي هم عيال اوروبيه. ارسنال ارسنال يا لهوي الجمهور مش مصدق نفسه بطل اوروبا وبعد كده ان شاء الله رايحين الدور الاربعه ولا ايه؟ الجمهور مش مصدق. تقول لي متضايق ان احنا مش في التوب فور يتضايقوا شويه يتضايقوا شويه. بيتهيألي لو سألتهم ما تخشوش السنه الجايه وتحققوا بطوله ثانيه هيقول لك اوكي ومش عايزين 10 بطولات سنين كمان. يا نهار اسود يلا بينا اهدوا بس يا جماعه وما تخلوش ايه الخداع ياكلكم. اهدوا اهدوا بيخش فينا جول لسه. لو نجيب الثالث لو نجيب الثالث وتفهمني لو نجيب الثالث على الهجمه المرتده اللي هم فاتحين صدرنا عليهم روح يا دبابه روح يا دبو. معلش 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 تاني اهدى بس اهدى. ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص يا حكم ايوه يا سلام. كنت شايل هم الماتش ده شايل. انا احب حلقات الحد احب حلقات الحد واحبك يا رودريجو انت وفي مكان. بص عيال جايبين اجوان بقى بيحتفلوا مع بعضيهم ماشي. هو ده هو ده هو ده اقسم بالله. بطولة تانية اوروبية قبل ما امشي ولا ايه؟ يعني استاذة رشا انت بصي اقول لك على حاجة. المذيعة الشاطرة اللي بتعرف تختار اوقاتها. انت دايما تجيلي عند الفوز دايما تجيلي وانا مزاجي رايق يقولوا لي انا بحبك واشاعات كلام فاضي. لكن لو تسأليني على الماتش ما خلصتش لسه ما خلصتش. ملعب هناك مرعب جمهورهم يرعب يعني الشياطين الحمر يرعب اي حد. فلا النهارده ماتش صعب الحمد لله عملنا نتيجه جيده طلعنا بكلين شيت حاجه في منتهى الاهميه لكن لن تنتهي. ترني ترني بيلعب في الدوري الرشا يعني ترني لعب في الكاس لعب في الدوري. المنافسه شرسه جدا بين ترني وشلول لكن النهارده كان ماتش شلول يعني
كسبت 2-0. يعني انت كنت شايف الماتش ده هيمشي بالسكور ده او شفت الماتش ازاي موريتسيو؟ عايز اقول لك ان احنا كنا ممكن نجيب الثاني يا رشا، ممكن نجيب الثالث، انا اسف يعني جات لنا فرصه في الاخر كنا ممكن نحقق اكتر من كده. ستيرلينج ضيع واحده غير طبيعيه، اونانا كان نجم المباراه، فالحمد لله. شكرا لذوقك يا جميله يا عسل انت. نرجع بص اجي الدوري الانجليزي وباك جراوند الدوري الانجليزي ده اكتئاب، احس بالاكتئاب. طيب الدوري الانجليزي احب اقول لك ان هو مش مولع، ان هو فيه فتره، فيه فتره وسفاله وقله ادب وحقاره. ليه؟ خليني اوريك شكل الجدول. بص الدوري حضرتك 91 نقطه، طبعا الدوري محسوم للسيتي بدون خساره، ليفربول 83. بص بقى يعني هو ده زي الحقيقه، ليفربول سيتي، بعد كده يونايتد 75، توتنهام 72، ارسنال 71، سيتي تشيلسي 68، ونيوكاسل اللي احنا بنلعبها طبعا من حي الاخوه السعوديين اللي معانا اصحاب النادي، يعني الثامن. الفلوس جابت نتيجه هم دخلوا توب 10 وتوب 7 وداخلين بينافسوا وولفز على المركز السابع بشده، عايزين يخشوا اوروبا ليج، وده شايفه حد ذاته انجاز كبير. انا ما عنديش اوبشن غير ان انا اكسب نيوكاسل، لان تشيلسي في ديلي وتوتنهام انا في ديلها، لازم فرق النقطة واحدة قدام توتنهام ان انا اقتنص الفرصة. والحلقة الجاية نار فيها ماتش توتنهام وماتش يونايتد الاثنين اللي فوقي، فالحلقة الجاية تقريبا بنسبة 100% هتحكم انا في التوب 4 ولا لا. لكن خلينا نروح على ماتش نيوكاسل ونشوف ايه اللي هيحصل. ودي تشكيلتنا قبل ما نخش على ماتش نيوكاسل. مضطر العب بدول يا جماعه، ما عنديش اوبشن تاني. انا كسبت 2-0، لكن هريح شويه وهعمل روتيشن. اللعيبه تعبانه ميته، كالفرت ومارتينيلي، تريزيجيه ونيلسون، والخطه الاحتياطيه سافيتش وشامبرلين، تيرني وميتلاند وسليبا وفيليبس ولينو في حراسه المرمى. سان جيمس بارك، كشان جيمس بارك، تعرف تقول سان جيمس بارك 10 مرات من غير ما تغلط؟ سان جيمس بارك، 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 تعرف تقولها؟ قولها وقول لي عملت ايه في الكومنتات. يلا اولاد، يلا اولاد، بفرفش معاكم اهو، بضحكوا عشان نلعب مزيكا، ببقى بفرش معاكم النهارده الشباب. انا بقى على فكره اتفائل بالشباب اكتر من الكبار في الدوري والله العظيم ثلاثه، احس ان العيال دي بتبقى عايز تاخد فرصه، عايز تثبت نفسها. في فيدريكو فرنانديز بيعتزل اهو، انا مال امي، انا مالي، مين ده اصلا، عمل ايه في الحياه؟ ما يعتزل، ما يروح في داهيه، انا داخل على صيامي مش هتسحر، سيبني بقى. ازيك ستيف بروس، ازيك ستيف بروس يا جماعه؟ دول نيوكاسل لو ما خدناش 3 نقط امايلو هيعض كل واحد واحد من التاتو اللي في جسمه. شوف بقى كل واحد عامل تاتو فين. يلا بينا تعالوا نخش التوب فور لو سمحتوا. يلا تريزي، يلا تريزي، اثبت نفسك في اخر ايامنا بقى، اثبت نفسك عشان الكارير مود عمره ما هيشوفك تاني يا تريزي، فتبقى عملت حاجه فيفا 20 والناس افتكرتك. انت ايامك حلوه بس خلاص يعني، تنيها حلوه بقى. يلا يا مارتو، يلا يا مارتو يا برازيلي، اقسم بالله الواد ده برازيلي. اوف، ولا انت ليك مستقبل كبير وافتكر كلامي. حد هيطلع زي اوبا مكانه؟ مفيش يا جماعه، هي رزيعه بقى، في رزيعه كله بيرزع ويشوت. لا، انت لعيب احسن يا ولاد، احسن يا ولاد، اقسم بالله شفتوا ارجل من الكبار. انا بفكر اكمل بيهم الدوري. لا لا يا جماعه، ضيعنا كتير كده، هبتدي اقلب، ضيعنا كتير. ريبتش، بص اخواتنا يعني في السعوديه صارفين بسم الله ما شاء الله كويس، جايبين لهم لعيبه قبل ما نعرف، اقسم بالله يا جماعه. والكارير مود لوحده اكتر كارير مود تلاقيه يعني واقعي في كل اليوتيوب. يعني ليه؟ لان بصوا نيوكاسل جايبه ريبتش وجايبه صفقات وبتصرف قبل ما نعرف موضوع السعوديه. واحده والثانيه هتجيبها، قربت والله قربت. واحده يا جماعه، يا جماعه نجيب، خلصوا بقى. واحده والثانيه، واحده والثانيه، حس 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 يعني بعد جواندو يجي مارتو، بعد جواندو يجي مارتو في قلبي. من اللعيبة اقسم بالله اللي بجد دخلت قلبي جامد. كل يا جماعه كل مره لا يخذلني هذا الولد، لا يخذلني. ها
هو مش هو بس هو حسيته هو يعني هو اتحسبت له ولا ايه؟ هو اللي شاط اليد والله اهو شاطها في ايده ودخل الجول يبقى تتحسب له. اه اتحسبت له. وان جول ان ذا بريمير ليج ما بيلعبش خالص لكن واد ممتاز واد ممتاز. امال يا ابني الاجوان اللي كنت بتجيبها دي كنت بتجيبها في اف الكراباو ولا في اي كاب ماشي. واليوروبا ليج احنا لعبنا يوروبا ليج. يلا انت بتضحك عليا. محمود داوود داوود ايه ده داوود صح فيليب صح والله العظيم انت صفقه رجوليه ما هقول عليك انك لعيب كويس انت راجل اهي. ما الترقيص بيبقى كده اهو ما الترقيص بيبقى كده اهو ما الترقيص ب... ايه ده ايه ده لا مش هكلمه ده لعيب قوي يا جماعه يا جماعه ما نستهترش يا جماعه ونلعب لعبه رجوله شويه كتير يا مارتينيلي كتير كده على طول يا حبيبي ما انت بتعملها واد كويس قوي واد كويس قوي والاثنين بيلعبوا حلو مع بعض يعني كالفرت ومارتينيلي الاثنين ساندين بعض فاهم قصدي هي 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 لسه بقول عليك يا اخي يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه شوف الشباب روح الشباب بقى رايحين يحضنوا الجمهور وهي دي الجرينتس هي دي الجرينتس خلص بقى خلص يلا ولا بوف مهاجم جايب كم جون اثنين يخرب بيوتكم انتوا بتجيبوا الاجوان دي فين طيب احسن يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه حط ضيعنا كتير والله الشوط ده نطلع اربعه الشوط ده نطلع اربعه بس ممتازين احسن هم دول شبابي بصوا جمهوركم بص بص في عيون جمهورك بص اداء ممتاز اليوم بص مرتو مرتو ثلاث كور على الجون واثنين بره خمس شوط شايطهم الراجل ايه ده مهاجم من انهي كوكب ده بدون كلام بدون اي حاجه اقدر اقولها للعيبه لان هم كده عاملين اللي عليهم واكتر خلصوا محتاجين تخلصوا يا جماعه اللي بيحب يجيب اجوان يفنن صح ويلعب ولعبوا جماعه يا جماعه بلاش اللعب الفردي ده صح قوي صح قوي يا ولد يا ولد يا ولد دي مش كوره دي دي مزيكها ولا احسن يا ولاد احسن الثقه ترجع اللي جوه انت بتبتدي تشتغل بالشباب يا اللي كنت واثق مش واثق فيا قلت لي سري زمانه هيخسر بيلعب بالناشئين هيلبس دلوقتي وهقعد اضحك شفت شفت ارسنال ارسنال صح صح قوي صح قوي عاجبني انكم 3-0 وبتلعبوا برجوله الاخبار تقول بان اولمبيك ليون يتفاوض مع لاعب جديد انتدابه الانتظار في السوق هاي لتريزي افضل شيء للتاكد من صحه الاخبار صح قوي بعد الاعلان انا بشكل رسمي صح يا سلام دي مش كوره دي مزيكا دي حلولي امبولي دي كوره مزيكا مش كوره مزيكا اديله اديله يا سلام الله يا حلولي يا سلام اديني اللحن وماشي اهو ايه ده 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 والله العظيم ده ايه ده ده ايه ده لا بالراحه لا بالراحه لا بالراحه لا بالراحة لا بالراحة شير على تويتر وريبوست على انستجرام ونزل الفيديو وسيبه عندك يا ابني سيبه عندك يا ابني وعدلي كم كورة وحياة اللي خلفك وحياة وعدلي كم كورة قبل الجون ده واكتب لاصحابك وعرفهم يعني ايه احنا ما بنلعبش كورة ايه ده ايه ده بنفوق في الاخر الابطال بتفوق في اخر الموسم داخلين توب فور وهنكسب باذن الله تشامبيونز ليج والاف اي كاب وكسبنا الكاراباو يلا يلا سعاده كبيره على وجهك سعاده واي سعاده هاتولي رشا هاتولي رشا يلا اولاد يلا اولاد قوم قوم كل اللي عايز ياخد فرصه تعالى ده سكه لا عايز تلعب سكه تعالى العب سكه والله العظيم ننزلك 4-0 ينزل الواد سكه يلا يلا تعال اطلع سافيتش هايل انزل جريليش الشباب تاخد فرصها جريليش وماونت وسكه يلا 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 اولاد الواتش ده نعمل بقى نتيجه تاريخيه الله عليك والله الله عليك والله العظيم رافعين راسي اقسم بالله لعبوا ما شافوا الجون عندنا ما شافوا الجون العيال عايزه تخش التوب فور خلاص جاعوا فهموا انا بكلمهم في ايه خايفين على مستقبلي على الجماهير صاحب الارض اداء ضعيف من الفريق المحلي يا جرع ايوه سكه ايوه سكه ايضا في المدرجات قبل المباراه الكرة بتروح مع مارتينيلي يا اخوانا الكرة بتروح معاه محمود داوود داوود انتي ريبيش 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 يا خبر اسود
يا جماعه يا جماعه معانا معانا كابيتانو قائد ينقذ فعلا دايما بينقذ حاسب 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 الجون دي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده خلاص يا عم فارس انت كل ده بتقفر من ساعتها خلاص لينو يا مجنون لينو لينو بوي ايه ده بس ايه ده ايه ده ايه ده انت اتجننت يا لاي Are you crazy؟ مدير الان في صفوف فريق نيوكاسل يونايتد كلاين يدخل الملعب كبديل لاعب مميز سددها تألق كبير من حارس المرمى خلي بالك يا لينو خلي بالك تعيش كده تاني يلا يلا حلو قوي روح مثله روح مثله روح حلاوه روح حلاوه تحت خلص استمتعت ولا لسه؟ قلت كفاية ولا لسه؟ عايز تاني ولا لسه؟ ما تفهمهاش غلط احنا في رمضان قول قول لو عايز تاني قول وشباك تتحرك هدف في اخر اللحظات ما راح يكون له تأثير في نتيجة المباراة راح يوسع الفارق لكن اللقاء حسب في كلناهم كلناهم بالشباب الشباب اقسم بالله جعانة جعانة كورة واعتقد ان خلاص المباراة اقتربت من النهاية صح صح قوي سكة تعرف تعملها؟ معلش 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 يا ابني معلش هفضلك يا ولد يا ماونت شوف ماونت بيطلع يا جماعه العيال ماتت العيال احبطت بعد الجون الثاني او الثالث ماتوا تماما تماما ايوه والله العظيم مش الثلاث نقط بس اه الثلاث نقط مهمين لكن الاهم العوده عوده الاجوان وعوده المزيكا اللي احنا بنلعبها ده مهم قوي احنا رايحين نختم الحلقه في 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 فين في المانيا في المانيا يا كابتن اتخانقوا يا جماعه ما تتخانقوش مع بعض خلاص مش تكسب الارسنال يعني هم اكيد بيتخانقوا عشان النتيجه محرجه يعني يا رشا يا لئيمه يا لئيمه دايما تجي يعني جاي لي النهارده وانا كسبان بالخمسه بالخمسة يا راشد النهاردة الحمد لله الفريق بيكسب الحمد لله وشك حلو علينا دايما يا قمر يا قمر يعني عايز اقولك انا فخور بولادي فخور بالشباب النهاردة سمعت بعض الانتقادات كده وانا داخل في اليوتيوب وبتاع موريتسيو بيلعب بالاحتياطي وبيبيع التوب فور عشان خاطر الشامبيونز ليج اللي هو مش هيكسبه اظن اثبتوا الحقيقة مارتينيلي النهاردة جايب جونين عايز اقول لك يعني مبهر هذا الولد مبهر مستقبل كبير انا عايز اتجمع تاني مع مارتينيلي في يوم من الايام ما لحقتش اشبع بيه يعني الراجل ده يستطيع ان هو يلعب موسم كامل قدام كسترايكر وحيد نيوكاسل النهارده يعني طبعا كان صعب الماتش عليهم الولاد اقحموهم جعانين كوره عايزين يثبتوا نفسهم ما اروع المزيكا اللي اتلعبت من صفوف المدفعجيه بس عايز اسالك سؤال يعني انت ساكنه فين يا رشا بالظبط رشا رشا نأتي لآخر مباراة وهي المباراة الحاسمة وهي المباراة اللي هتوصلنا دور الأربعة ونبقى حققنا في حد ذاته إنجاز كبير نظرا كسبنا البطولة ولا لأ وده اللي احنا بنطمح بيه بس أنا من وجهة نظري هنبقى عملنا حاجة كبيرة قوي 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 إن احنا نوصل أرسنال مرة أخرى لعرش الدور الأوروبي والتواجد دائما في دور الأربعة ده كلام ليكو ده كلام ليكو يا شباب كلام ليك يا جواندو كلام ليك يا رودريجو اللي باثق فيك لتاني مرة على التوالي كلام ليك يا بساكا كلام ليك يا شيلول انتوا رجالتي وعملنا اللي علينا 90 دقيقة لما نروح السيجنال ادونا برك زي ما بيقول استاذ عمر خالد ملعب اول بتنزلوا رجليكوا هتلاقوها بترعش كده هتلاقوها بتخبط في بعضها الجمهور مرعب وانا شفت الاجواء هناك وعشرتهم كويس ودرست الموقف انتوا لعيبة خبرة لعيبة ابطال اوروبا ما يهمكوش حد شرفونا شرفوا بلدكم وشرفوا اللعيبه اتفضلوا دانك دانك انتي دانك انتي ودانك خالك ودانك عمتك ما تقوليش دانك في اول كلامي كده ماشي امتيتي ذا نوجود فورم امتيتي قال امال مش هيلعب انا احبش الصحفيين الالمان الاغبياء المتخاذلين فاي دونت لايك ذيس كويشن النهارده يعني روتيشن بيحصل روتيشن لكن امتيتي هو عامل رئيسي واكيد متواجد في 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 ظل وجودي هنا في المانيا وبلعب على دور الثمانيه يعني اظن سؤال عبيط قوي اوبينيون بروسيا عندها فرصه يعني بص عايز اقول لك على حاجه في 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 اكيد 2-0 مش رقم كبير انت ممكن تخسر 2-0 رقم قليل جدا في زمن دوري الابطال وريمونتادا لكن احنا بنلعب كوره جيده
كسبت دورتموند في الماتش الاول على 2-0، شايف الماتش الثاني هيمشي ازاي. عايز اقول ان احنا رايحين نكسب، انا قلت ده في ماتش باريس وما اتحققش، الضغط كان كبير، كانوا عايزين يعوضوا، لكن قدرنا ان احنا نسجل ونقتل لهم الماتش. النهارده احنا جايين نسجل مبدئيا ثم نكسب المباراه ونوصل دور الاربعه. دانك انت كمان، دانك انت، دانك انت. السيجنال ايدونا بارك، السيجنال ايدونا بارك. وحديثكم فارس عوض من كابينه التعليق. مش عارف ليه بصك في لعيبتي في دوري الابطال، بحس فعلا انهم بيلبسهم شبح. لسه الماتشات التانية ما اتلعبتش، رايحين نلعب ماتشاتنا دلوقتي. والسيتي كسبت توتنهام 2-1 في الماتش الاول، نتيجه معقربه، خلي بالك ممكن تلاقي توتنهام كسبت 1-0 تاهلهم في توتنهام ستاديوم. ادي الفريق باكو الكاسير براندت، هنشوفهم تاني. جوريرو، سانشو، هذا الفريق المرعب. زياش بيبتدي النهارده ولا ايه؟ خلينا نشوف التشكيله لما تيجي، بس نسمع الى المزيكا الجميله. خايفين، شايف في عينيكم الخوف والله العظيم، شايف في عينيكم الخوف والله. يلا اولاد، رومانيولي، باسالك، سمر كوكو، مين دول؟ ايه ده، ده حكم شكله تركي. اولا 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 اولا، هم بيريرا، دياس، سانشو، جوريرو، رومانيولي، زياش على الدكه، اوباميانج على الدكه، ولويس البرتو على الدكه. دي حاجة جميلة قوي. حاجة جميلة جدا. ده تلاقي عنده دلوقتي 36 سنة اوباميانج. انا بايعه كان خلاص كبير جدا، يعني من 3 سنين مثلا. لينو، طبعا شفتوا تشكيلتنا، يلا بينا، يلا بينا يا جماعة. شوفوا انا بقول لكم بقى، المرة اللي فاتت قلت لكم الجون فينا مهم، المرة دي بقول لكم احنا نجيب جون قتلنا. شوف اعكسها، اعكسها تكسب، وهو ده اتيتيودي في دوري الابطال. بره اجيب جون، ارض دافع وما يدخلش فيا اهم حاجه. صح شلول، صح، اقسم بالله شلول مش قافش. سانشو ده هرشه من قفاه، عارفه صم وحافظه صم. حلو قوي يا جواندو، حلو قوي، بس الجو مطر يا جماعه، خلي بالكم. ها احسن، احسن، روح في المطر، روح انت في المطر ما بيهمكش، احسن، هو ده. مين ده؟ انت؟ انت قصير؟ فعلا؟ والله العظيم دي جرينتا، دي ما اكتر الا جرينتا. خلي خلي بالك، اوعى. ولا بس 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 ما كلموش، ما كلموش. الحكم يحتسب خطا في بدايه المباراه. من هذا المكان يحتاج لتنفيذ حارس يتالق ويبعد الكره. ايه ده؟ ايه ده على كورتك؟ صح، هو ده. خلي بالك ما تزحلقش يا ابني، تطرد. هاي والله العظيم رودريجو يا جماعه، لا مفاجئني، مفاجئني. شوف بيبي بقول لك احسن لعيب السنه اللي فاتت هو ولينو، السنه دي او خصوصا اخر ماتشين السنه دي، يعني مفاجئني رودريجو. حلوه، ارجع ارجع، امن 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 يا جماعه، ما يدخلوش جون الشوط الاول، هيفتح منكم الماتش على طول، على طول هتلاقي الجمهور ولع شماريخ والدنيا باظت مننا. اهم حاجه الشوط الاول يعدي كده، ندخلهم في توتر يهاجموا نخطف جول، دي الخطه. هم لسه لسه يا جماعه، هم مش هيهاجموكوا دلوقتي كله، بيلعبوا واحده واحده، مركزين، تركيزهم هيروح الشوط الجاي. ايوه العب كوره، العب كوره ورخم عليهم، العب كوره، صح كده، العب كوره على الرايق، جننهم، الكوره دي تجننهم، الكوره دي يقول لك بيضيعوا وقت، بس كده، بس كده. يا ابني طب ليه؟ ما حدش داخل عليك. فرصة مناسبة من أجل الإيضاح. ضاعت الكرة من بروسيا دورتموند. يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة، يا ابن، ده جول التأهل، ده جول التأهل. أهو 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 أهو. يا أولاد اللذينة، حملها القرد بدي القردة، حملها القرد بدي القردة.
يا ابن اللذينة. انفجرت انفجرت يا ستيرلينج اخيرا وجبت لنا هدف التقدم لدور الاربعة. والله العظيم ابطال والله. فريق كبير الله على شكتك يا موريتسيو. بالتو ده من المانيا لسه جايبه من المول اللي جنب الفندق. مكلفني 65,000 يورو بس مش مشكلة شياكتي ولا يهمني. اصرف وادغدغ نفسي. انا واحد بطل اوروبا ولا انا واحد بطل اوروبا ولا العب. ارسنال. جمهورنا يا جماعة اول مرة تشوف جمهور ارسنال مسافر وراه وسمع صوتهم اقوى من جمهور دورتموند في السيجنال اودونا بارك. سامعين الجمهور بيغني معانا والله اهو. بصوا بصوا ايه ده ايه ده. مش مصدق العيال بتلعب كده في دوري الابطال بس مش مصدق. بسم الله ما شاء الله. يعني خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك. الماتش ما يفتحش الماتش ما يفتحش. ما يجيبوش جون ما يجيلهمش امل. بس 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 احسن احسن. والله العظيم يا رب نعملها يا رب نعملها. تعال 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 تعالوا. ثلاث اشواط كسبناهم فيها. فاضل شوط فاضل شوط. انتوا بنسبه 80% عملتوا اللي انا قلت لكم عليه. خلاص رجاله محترمين خلصوا عليهم. الشوط الثاني هيهاجموا بكل اللي عندهم. ما عندهمش اوبشن ثاني خلاص بالعقل. دوسوا عليهم وصلونا لدور الاربعه في اقرب وقت. انا بقى طماع لو قلت لكم انا عايز الرابع. انا عايز الرابع. عايز ابقى دوست على دورتموند اربعه. معلش استحملوا طمعي عم ماونت. شوط ممتاز بس معلش هنريح. ولا فيليبس انزل انزل يا عم. انا بقول لك انزل ما تخافش. انت انزل العب بدل ماونت وتعالى لي كده سي دي ام. اقفل لي خالص الدنيا واتحرك لي قدام شويه. جواندو انت وتورير اتحركوا شويه. اقول لك على حاجه انا ممكن اطلع توريرا كمان واقوم منزل ولا ايه. ما افتحهاش دلوقتي. شويه شويه شويه. احنا زي ما احنا زي ما احنا. يلا شويه ويلا. ولا بعد نهايه الشوط الثاني في مباراه اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 45 دقيقه. تركيز يا ولد يا ولد يا ولد. تحدد هويه المتاهل الى السيمي فاينل بالتاكيد. صايد اشلول على طول حاضره ومتواجده حتى صافره الحكام. صح حره لصالح ارسنال. هيلا فيليبس خد ثقة خد ثقة العب. تمريرات سريعة محاولة لخرق المساحات ايجاد الثغرة بالكرات البينية السريعة بس بس كمان بنهاجم كمان بنهاجم. ده شغل ولا فيليبس. ايوه انت بتلعب في دوري ابطال اوروبا يلا العب. لوكاس توريرا توريرا دورتموند. يا جماعة ما نهاجمش قوي كده ما نهاجمش قوي كده. انا قلت ان انا عايز الرابع بس يعني واحدة واحدة. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك. شفت 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 يا جماعة يا جماعة ما ندخلهمش في الماتش. ابوس ايديكم. بص 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 الالتراس اللي بقول عليه يا جماعة. بص الالتراس لا ييأس. السيجنال اودونا بارك لا تيأس. بص بص بيتنططوا ازاي. اجواء حلوة قوي بصراحة بصراحة. انا يعني اشعرت من الاجواء في المانيا. اوعى اوعى يا ولد يا ستيرلينج. روح عندك القدره تروح. روح رحيم ستيرلينج. ستيرلينج امام المرمى الحارس يصد. يعني يا اونانا في ايه الواد اونانا جبار جبار جبار. الكور دي يا جماعه ما تضيعش. تنفيذ ركنيه في منتصف منطقه الجزاء يبعدها من مناطق. نص ساعه يا جماعه نص ساعه. لويس البرتو. بص بص الواد لويس البرتو برضه هو كبير في السن اكيد بس خبره. بص بص يا ابن اللذينه. خلي بالنا صح يا ولد يا ولد يا جواند بوي. لا يا اونانا لا يا اونانا. يخرب بيتك يخرب بيتك. ايه ده ايه ده. ربع ساعة رجالة ربع ساعة رجالة.
انزل اجريليش انزل اجريليش خلص لي الدنيا. زقططوا براحتكم وتنططوا براحتكم، انا في دور الاربعه وانتوا على بيتكم. شوف الشعر، شوف السجع. يا سلام يا سلام. فريق عادي يا جماعه، فريق عادي والله. ده الثالث على الدوري الالماني، الثالث عشان تبقى عارف يعني اخبار الدوري الالماني. برضو بقول لك جاي لي عروض، يعني ما تعرفش جاي لي من مين، هل من بايرن هل من لايبزيك الثاني على الدوري، ودورتموند الثالث جاي لي عروض ما اقدرش اتكلم فيها غير في اخر الموسم. العب نيكولاس بيبي. طبعا يعني اعمل بقى حاجه بقى انت. انا شفت الواد رودريجو خد مكانك، فين دي فين دي فين انا؟ ابطال اوروبا. 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق صح. هو ده يا وان بيساكا يا امين. يا يا سلام يا سلام يا سلام. افورت يلا بينا. روح على ستيرلينج. رحيم ستيرلينج رحيم ستيرلينج لا ما انت جبتها من قريب ما نفعتش مع اونانا، فبتشوط له من بعيد اهو. اونانا طلع حمار. ايش اللي بديش ايش اللي بديش ميرتنز بيلعب معاهم. واو حاجه جميله برضو. هم ايه معاهم فريق عواجيز قوي، فريق مهجنين. ميرتنز على اوباميانج على ناس غريبه جدا. يلا فيليب اوه تقول لي اجيب جون زي النني. حلوة والله العظيم. يلا فيليبس اقسم بالله انت واحد من ابطال الشامبيونشيب. مع ان انا بلعب دورتموند يا جماعه باتنين من الشامبيونشيب، ماونت وفيليبس. اي نعم ماونت من المانيا وكان اصلا في تشيلسي، لكن اصله منين؟ من فولهام. فولهام يعني اقول لك ايه تاني. يلا يا جماعه يلا يا جماعه يلا يا جماعه دور الاربعه دور الاربعه. خلاص خلاص هتصفر حكم. ثلاث دقايق يا جماعه ما يلمسوش كوره. دي مش كرة ام بالك دي مزيك. دي مش كرة 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 دي مزيك. ام بالله ام بالله ام بالله. لا الحلقات اللي جاية يا نار، الحلقات اللي جاية لو انت كنت بتقول ده اخر موسم للموريتسيو ما فيهوش اثارة، احب اقول لك ان الحلقات اللي جاية حياة وموت مع التوب فور، مع مواجهات توتنهام ويونايتد، مع الاف اي كاب في سيمي فاينل مع ليفربول. عايز اكسب تاني بطوله في دور الاربعه ونعلن عن دور الاربعه واللي حصل في دور الثمانيه من بطوله اوروبا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. باركولي واحنا في رمضان كده، اقل حاجه تعملها انزل اضرب اللايك المتين على راي الدكتور، انزل اعمل سبسكرايب لالعب، وهات صحابك يشتركوا. تابعونا على الفيسبوك عشان في حاجات هناك بتنزل كتيره مختلفه، هو والانستجرام في كومنتس كتير وفي حاجات ضحك كتيره جدا. وكفايه لعب قوي لحد كده.